أقل قطر مسموح به مع الأعمدة الدائرية هو 20 سنتي، ولكن يفضل ألا يقل عن 30 سنتي، خاصة إذا استخدمناه مع الأسقف اللاكمرية أو الأسقف الفلات سلاب، وذلك لضمان عدم اختراق العمود لبلاطة السقف. أيضا أقل عائد أسياخ مع الأعمدة الدائرية هي 6 أسياخ. أما الأعمدة المربعة أو المستطيلة فأقل عرض لها هو 20 سنتي، ويفضل ألا يقل عن 25 سنتي. أما عن أقل عائد أسياخ مع الأعمدة المستطيلة أو المربعة هو 4 أسياخ. ولكن من الجدير بالذكر أن الكود المصري وضع 3 اشتراطات عند اختيار أقل عرض العمود. الاشتراط الأول ألا يقل العرض عن 30 سنتي، خاصة مع الأسقف اللاكمرية لضمان عدم اختراق العمود لبلاطة السقف. أيضا ألا يقل العرض عن ارتفاع الدور على 15 لضمان عدم انبعاج العمود. أيضا ألا يقل عرض العمود عن طول بحر أكبر بكية مشتركة مع هذا العمود على 20 لضمان قدرة العمود على مقاومة الأحمال ونقل الأحمال. أخيرا الكود يسمح أن يكون عرض العمود أو قطر العمود 20 سنتي بشرط التصميم الجيد وضمان قدرة العمود على نقل الأحمال وضمان قدرة العمود على مقاومة الاختراق، خاصة في حالة الأسقف اللاكمرية.